بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الله ناصر الشحات، طالب في كليه طب بيطري جامعه القاهره. هكون معاكم النهارده، هنشرح جزئيه من الكتاب. هنشرح من صفحه 51 لصفحه 60، ودي هيكون فيها اخر جزء من الكربوهيدرات ميتابوليزم، وهنبتدي في مع بعض ان شاء الله في الليبيد ميتابوليزم. طيب احنا هنتكلم عن ايه في الكربوهيدرات؟ ان شاء الله هنتكلم عن الباس واي اوف جلوكوز 6 فوسفيت في الريسوسايت. طيب احنا الجلوكوز في الجلايكوليسيس بيتحول بالهيكسوكاينيز لجلوكوز 6 فوسفيت. طيب الجلوكوز 6 فوسفيت دوت قدامه طريقين، يا اما يكمل في الجلايكوليسيس يا اما يكمل في الاتش ام بي شنط. طب احنا في الار بي سيز، فاحنا هنا هنكمل بالاتش ام بي شنط. هو في الاتش ام بي شنت بيتحول بالجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز في وجود ال ان اي دي بي، هيديني رايبولوز 5 فوسفيت او رايبولوز 5 فوسفيت، وده هيكمل الباس واي بتاعته عادي، او ال ان اي دي بي اتش اللي هو النات بي اتش. طيب ال ان اي دي بي اتش ده مهم في ايه في الار بي سيز؟ قال لي ان هو بيحافظ لي على الجلوتاثيون في الحاله الريديوز بتاعته. طيب بيحافظ عليها ازاي؟ عن طريق ان هو بيحول لي الجلوتاثيون اوكسيديز بالانزيم اللي هو الجلوتاثيون ريدكتيز لجلوتاثيون في الحاله الريديوز بتاعته. طيب الجلوتاثيون ريديوز دوت يعني بيعمل لي ايه في الار بي سيز؟ قال لي ان هو بيحافظ على الخليه من اي دم اي دامج او اي ضرر يعني تابع لل او ناتج من الاوكسيداتيف ستريس اللي بيحصل في الخليه. طيب هو بيعمل كده ازاي؟ هو بيعمل كده ان هو بيحول لي ال H2O2 ل H2O بالجلوتاثيون بيروكسيد. طيب ويرجع تاني بقى ايه الجلوتاثيون لجلوتاثيون اوكسيديز، بعد كده ال NADPH يحوله تاني لجلوتاثيون ريدكتيز، وهكذا، وتمشي بقى السايكل ايه زي ما هي في الصورة كده. طيب لو حصل عندي نقص في الجلوتاثيون، او لو حصل عندي نقص في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز اللي هو الانزيم اللي بيعمل لي الليله دي كلها، ده هيسبب لي ضرر في الار بي سيز نتيجه الاوكسيداتيف ستريس. طيب الرول بتاعت الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز في الار بي سيز هو تقريبا نفس الكلام اللي قلناه في السلايد اللي فات. هو بيقول لي اهو ان هو بيوفر لي بعض المواد اللي بتمنع لي الاوكسيداتيف دامج اللي هو النت بي اتش، يعني ان هو مهم في عمليه الجلوتاثيون ريجينريشن اند بريزرفيشن اللي هو بيحافظ عليه يعني في الريديوز فورم بتاعته. وكمان بيقول لي ان حاجه تانية بيعملها الجلوتاثيون ان هو بيحافظ لي على السلفر جروب اللي موجوده في البروتين زي مثلا الهيموجلوبين في الحاله الريديوز بتاعتها، برضو نفس الفكره بتاعت ان هو بيحافظ لي على الار بي سيز من اي دامج ناتج عن الاوكسيداتيف ستريس. هنا برضو نفس الكلام، هو هنا بيحافظ لي على السلفر جروب من الاوكسيديشن وبيخليها في الحاله الريديوز بتاعتها، لان لو حصل لها اوكسيديشن للسلفر جروب ديت هيعمل لي ديناتوريشن في البروتين. الديناتوريشن ده هيعمل لي حاجه اسمها هينز بوديز، دي بتبقى في الممبرين بتاع الار بي سيز، ودي بتبقى نقط كده او نقط سودا في الممبرين بتاعها. طيب هنا عندي الهينز بودز اهي بتعمل بيت للخلية، ووجود الهينز بودز دي معناها ان انا عندي اوكسيديشن كتير للسلفر جروب بتاعت البروتين، فعملت لي نقط او خروم كده في الار بي سيز. وده هي الصورة دي بتوضح شكلها تحت الميكروسكوب. طيب البريسبتيتنج فاكتور للجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي، احنا عرفنا ان الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي دوت لو حصل بيعمل لي ضرر للخليه، وممكن او يعني للار بي سيز، وبيعمل لي هيموليتيك انيميا، ودي نوع من انواع الانيميا. طيب ايه الحاجات اللي بتزود لي النقص بتاع الانزيم دوت؟ اول حاجه عندي الاوكسيدنت دراجز، الاوكسيدنت دراجز دي بتعمل لي هيموليتيك انيميا وبتزود لي النقص بتاع الانزيم ده، زي الانتي بايوتيك والانتي مالاريا والانتي بايتريكس. طيب ايه تاني بيزود لي النقص بتاع الانزيم دوت؟
عندي لو حصل عندي انفكشن، الانفكشن ده بينتج عنه انفلاماتوري ريسبونس. الانفلاماتوري ريسبونس دي بتعمل جنريشن للفري راديكال، بتعملها في جنريشن منين؟ من الماكروفاج. فالفري راديكال اللي طلعت من الماكروفاج ديت بتخش الار بي سيز وتعمل لها اوكسيداتيف دامج. طيب الحاله الثالثه هي الفافيزم. الفافيزم دي اللي هي حمى الفول. لو حد عنده فافيزم واكل سندوتش فول مثلا او حاجه، دي بتزود عنده عمليه النقص في الجلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجينيز. وعندي هنا صوره يعني ام مصريه يعني موكله ابنها سندوتشين فول وخمس سندوتشات طعميه، وما تعرفش ان هو عنده فافيزم، فعملت له بقى صفره واليورين بتاعه بقى ضرب. فراحت للدكتور وهو اصلا ماسك سندوتش الفول معاه، فالدكتور شاف سندوتش الفول على طول عرف ان هو عنده نقص في الجلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجينيز ديفيشنسي. بعد كده الميتابوليزم بتاع المونوساكرايد والدايساكرايد احنا مش هنتكلم عنها كتير. احنا عارفين ان الجلوكوز هو اشهر مونوساكرايد. عندي برضو في الفركتوز والجلاكتوز، برضو دول بيشاركوا بنسبة معينة في بيكونوا موجودين بنسبة معينة في الاكل، وبيساهموا او بيشاركوا في الانرجي ميتابوليزم بتاعت الجسم. طيب اخر حاجة هنتكلم عنها في الكربوهيدرات ميتابوليزم ان شاء الله هي اللاكتوز سينثيسيس، اللي هو سكر اللبن. احنا خدنا في الكربوهيدرات ميتابوليزم الترم اللي فات ان اللاكتوز بيتكون من جلوكوز وجلاكتوز، طبعا هو بيتصنع في الميموري بلانت. طيب انا محتاج ايه عشان اصنعه؟ محتاج اللي قلنا ان هو بيتكون من جلوكوز وجلاكتوز. طب انا عندي الجلوكوز، هجيب الجلاكتوز منين؟ هجيبه من الجلوكوز برضو. طيب ايه اللي هيحصل؟ انا عندي الجلوكوز بالهيكسوكاينيز هيتحول لجلوكوز 6 فوسفيت وهيستهلك لي واحدة اي تي بي، وهيطلع لي واحدة اي دي بي اللي هي اول خطوة في الجلايكوليسيس. بعد كده الجلوكوز 6 فوسفيت دوت هنحوله للجلوكوز 1 فوسفيت بالفوسفوجلوكاماز، يعني هنغير الفوسفيت جروب من الكربون رقم 6 للكربون رقم 1. بعد كده الجلوكوز 1 فوسفيت حوله ليو تي بي جلوكوز. طب ازاي؟ بانزيم اسمه البايروفوسفوريليز معاه واحده يو تي بي ويو دي بي جلوكوز، وهيديني اليو تي بي دي اصلا هتاخد مكان اليو دي بي جلوكوز وهيطلع هيبقى يو تي بي جلوكوز، واليو دي بي دي هتتحول لاتنين فوسفات. بعد كده اليو تي بي جلوكوز دوت تحوله اليو دي بي جالاكتوز بانزيم اللي هو اليو دي بي جلوكوز 4 ايميريز. بعد كده اليو دي بي جالاكتوز مع الجلوكوز بالجالاكتوزايل ترانسفيريز هيديني اللاكتوز، وواحده يو دي بي بتتحول ليو تي بي وترجع تخش تاني في الخطوه بتاعت الفوسفو بايروفوسفوريليز. كده نخش في جزئية جديدة وهي جزئية الليبيد ميتابوليزم إن شاء الله بإذن الله. طيب قبل ما نتكلم في الميتابوليزم بتاع الليبيد عايزين نعرف شوية خصائص عن الليبيد أو شوية حاجات عن الليبيد. الليبيد دي بتبقى نون بولر أو بتبقى هيدروفوبيك، يعني مش بتحب المية، أو ان سولوبل ان ووتر. تاني حاجة ان هي بتخش في التركيب بتاع السيل ممبرين، ده غير ان هي بتبقى محاوطة تقريبا موجودة حوالين الاورجان المهمة زي الهارت والاورجان الحساسة عشان خاطر تحميها. طيب قال لي كمان ان هي ممكن تكون موجودة في الدروبلت او في حبيبات من التراي اسايل جليسرول في الاديبوس تيشو. طيب كمان ممكن تكون موجوده في الدم، بس طبعا هي مش هينفع تمشي في الدم غير لما تكون مستخبيه جوه حاجه، لان هي احنا قلنا ان هي نون بولر فان سولبل ان ووتر، فالحاجه دي يا اما البيومين يا اما لايبو بروتين. طيب السلايد دي بتعيد الكلام اللي احنا قلناه اللي هو الديستريبيوشن اوف بودي ليبيد، الكلام اللي قلناه السلايد اللي فات. انا عندي ثلاث حالات للليبيد في الجسم، يا اما ستراكشر ليبيد اللي هو السيل ممبرين، ودي مش بقدر يعني مش بقدر ان انا اعملها ميتابوليزم واخد منها الطاقه. تاني حاجه البلود ليبيد، بس دي لازم قلنا زي ما اتفقنا ان هي لازم تكون جوه لايبوبروتين تستخبى فيه عشان خاطر تمشي في البلود، لان هي هيدروفوبيك. طيب الصوره الثالثه اللي هي التيبوت ليبيد او الليبيد اللي موجود في الاديبوس تيشو زي الترايسايكل جليسرول زي ما قلنا،
وهو ده اللي انا بقدر اكسره واستخدمه في انتاج الطاقه واعمل له ميتابوليزم يعني. وادي اهو صوره السيل ممبرين واللايبو بروتين. وعامه اللايبو بروتين احنا هنتكلم عنها قدام كتركيب ووظيفه وانواع بشكل تفصيلي يعني عن كده. طيب اهميه الليبيد عندي ايه؟ انا عندي الليبيد دي هي الميجر سورس اوف انرجي فور بودي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه اكبر مصدر للطاقه للجسم؟ يعني ايه برضو؟ يعني الواحد جرام من الليبيد بيديني 9 كالوريز، انما الكربوهيدرات 1 جرام كربوهيدرات بيديني 4 كالوريز بس. وبرضو البروتين نفس الكلام، 1 جرام من البروتين بيديني 4 كالوريز بس. يعني اصلا حتى لو جمعت الكالوريز بتاعت البروتين والكربوهيدرات هيدوني 8 كالوريز، برضو الليبيد اعلى منهم لان الليبيد بيديني 9 كالوريز. طيب بتعمل لي ايه تاني؟ الليبيد بتوفر لي الفات سولوبل فيتامين، بتوفر لي بعض الهرمونات زي الاسترويد هرمون والبروستاجلاندين. فبما ان الاهميه الكبيره دي للليبيد، لو حصل فيها اي مشكله هتعمل لي مشكله، لو حصل فيها يعني حصل فيها اي خلل هتعمل لي مشكله كبيره في الجسم، وممكن تعمل لي سمنه او تصلب في الشرايين. طيب عايزين بقى نعرف الدهون بتتهدم ازاي. بالرغم من ان انا عندي في الاستومك عندي جاستريك لايبيز اللي هو المفروض بيكسر الدهون، بس هو مش بيقدر يشتغل في الاستومك لان الاسيديت فيها بتبقى عاليه جدا، فبيبقاش قادر ان هو يشتغل على الدهون. طيب انا ببدا اهضم الدهون فين؟ ببدا اهضم الدهون في الانتستين بالاكشن بتاع حاجتين. اول حاجه هو البايل، وتاني حاجه الانزيم اللي جاي من البنكرياس اللي هو البنكرياتيك لايبيز. طيب البايل بيعمل لي ايه؟ البايل بيعمل لي ديترجنت للدهون، يعني بيكسر لي الدهون الكبيره بيحولها لدهون صغيره جدا، او يعني لحاجات صغيره يعني لاجزاء صغيره من الدهون، فبتزود لي السيرفس اريا عشان يبتدي البنكرياتيك لايبيز يشتغل عليها. فالبنكرياتيك لايبيز ده طيب بيعمل ايه؟ بيبتدي يعمل هيدروليسز للتراي اسايل جليسرول. احنا عارفين ان التراي اسايل جليسرول بيتكون من جليسرول وماسك فيه 3 فاتي اسيد، وهنشوف التركيب بتاعه كمان شويه. طيب البنكرياتيك لايبيز ده بيعمل ايه؟ بيكسر لي او بيعمل لي هيدروليسز للفاتي اسيد من الكربونه رقم 1 والكربونه رقم 3، وكده هيكون لي مونو اسايل جليسرول، يعني جليسرول ومعاه فاتي اسيد واحده. طيب الفاتي اسيد دي موجوده فين؟ موجوده عند الكربون رقم 2، فهنا هسميه 2 مونو اسايل جليسرول، والاثنين دي او تو الاثنين دي معناها المكان يعني بتاع الفاتي اسيد. طيب الكوليسترول استر، الكوليسترول استر ده يعني كوليسترول ومعاه فاتي اسيد، فبالانزيم الكوليسترول استريز هكسره واحوله للكوليسترول وفاتي اسيد. اما الفوسفوليبيد بيشتغل عليها بعض الانزيمات زي الفوسفوليبيد لايبيز. ادي عندي هنا اهو التراي اسايد جليسرول، بيتكون من جليسرول اهو الاخضر دوت، فيه 3 كربون ماسك فيه 3 فاتي اسيد بالانزيم اللي هو بنكرياتيك لايبيز. هكسر الفري فاتي اسيد اللي موجوده عند الكربون رقم 1 والكربون رقم 3، وهيديني 2 فري فاتي اسيد ومونو اسايل جليسرول ماسك في الكربون رقم 2. طيب احنا عايزين نركز على الحتة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها عن التراي اسايل جليسرول، نواتج الهضم بتاعته بتبقى الفاتي اسيد والمونو اسايل جليسرول. طيب ليه هنركز على دول؟ لان هم دول اللي هبدأ بيهم عملية الامتصاص. هيدخلولي جوه الخلايا بتاعت الانتستين او الميوكوزال سيل زي ما واضح في الصورة كده. بعد كده بعد ما يدخلوا جوه هيبتدوا يمسكوا في بعض ويكونوا لي تاني التراي اسايل جليسرول. طيب بعد ما يكونوا التراي اسايل جليسرول عاوزين بقى ننقلهم في البلاد ستريم. طيب احنا اتفقنا ان هما مش هينفع يمشوا في البلاد ستريم، لازم يكون في حاجه بتحوطهم، فهن لازم يعني تبقى موجوده في اللايبوبروتين. فاول نوع من انواع اللايبوبروتين اللي هيكون عندي هنا هو الكايلومايكرون. طيب الكايلومايكرون ده هيتكون ازاي؟ التراي اسايد جليسرول يعني هيمسك فيها شويه بروتين على شويه فوسفوليبيد مع شويه كوليسترول كده ويعملوا لي الكايلومايكرون. تبتدي بقى الكايلومايكرون دي تطلع على الليمف فيزل على طول، يعني مش هتطلع على البلاد ستريم على طول، يعني هي هتطلع على الليمف فيزل
ومن الليمف فيزل هتروح على البلاد ستريم، ومن البلاد ستريم بقى تروح للاديبوس تيشو او بقيه التيشو اللي في الجسم. هنا اهو السلايد ده بيشرح الكلام اللي احنا قلناه في الصوره اللي فاتت، بس زياده فيه ان هو بيقول ان الابزوربشن بتاع الفات بيحصل اونلي في السمول انتستين. طيب الاستياتوري، ايه هي الاستياتوري؟ دي هي اكسس فات انستول، يعني حصل عندي دهون كتير في الفيسس او في الستول. طيب معنى ان انا عندي دهون كتير في الفيسس او في الستول، يبقى انا عندي حالتين، يا اما الاكل اتهضم كويس بس ما حصلوش امتصاص كويس، او ممكن يكون ما اتهضمش كويس اصلا فنزل على طول على الفيسس. فهنا هنسمي الحاله دي الاستياتوري. طيب الاستياتوريا دي بتحصل بسبب ايه؟ اما مشكله في البايل، او يا اما مشكله في البايل او مشكله في البنكرياتيك لايبيز او البنكرياتيك جوز. طيب هو ايه اللي ممكن يمنع نزول البايل؟ عندي حاجتين، ممكن يا اما مشكله في الانسداد في البايل دكت، او البايل نفسه عامه مش بيتكون. طيب بالنسبه للبنكرياس، لو عندي فيه مشكله ممكن يمنع البنكرياتيك جوس ان هو يعدي، او ان البنكرياتيك داكت ممكن تكون مسدوده فبرضه البنكرياتيك جوس مش هيعدي. طيب لو انا عندي الاثنين موجودين وما حصلش امتصاص، ده ساعتها يبقى في مشكله في الانتستين نفسها، ودي بتحصل بسبب امراض بنسميها السيلياك ديزيز، ودي بتعمل لي مشكله في امتصاص كل حاجه مش بس الدهون بس. طيب احنا بعد ما امتصينا الدهون ديت بعد ما حصلها امتصاص، عايزين ننقلها عشان لبقية الجسم، عشان نستخدم اللي هنستخدمه منها ونخزن الباقي. طيب احنا اتفقنا ان هي ووتر انسولوبل، يعني مش هينفع تمشي في الدم زي ما هي كده، فهحوطها باللايبوبروتين. طيب اللايبوبروتين دي عبارة عن ايه؟ دي بتبقى عبارة عن كور من الترايسايكلسترول والكوليسترول اللي هم الجزء الهيدروفوبيك زي ما اتفقنا. طيب السيرفس بتاعه بيبقى هيدروفيليك سيرفس، بيبقى من الفوسفوليبيد او البروتين، وتحديدا البروتين اللي بيبقى على السيرفس ده بسميه ابو لايبوبروتين. وادي عندي صورة اهي بتوضح الاستراكشر بتاع اللايبوبروتين. طيب عايزين نعرف ايه هي انواع اللايبوبروتين. طيب ايه اللي انا عاوز اعرفه في كل نوع؟ عايز اعرف هو بيتكون فين وبينقل ايه. طيب اول نوع عندي هو الكايلومايكرون، وده بيتصنع في الانتستين وبينقل التراي اسايل جليسرول. طيب تاني نوع هو الفي ال في ال او الفيري لو دينستي لايبوبروتين، وده بيتصنع في الليفر وبرضه بينقل التراي اسايل جليسرول. يبقى انا كده عندي اول نوعين يعني ليهم نفس الوظيفه، ان هما بينقلوا التراي اسايل جليسرول. طيب النوعين التانيين هما الاثنين بينقلوا كوليسترول بس عكس بعض. اول واحد ال LDL او low density lipoprotein، ده بينقل الكوليسترول، ده بيتصنع في الليفر وبينقل الكوليسترول لكل اجزاء الجسم. طب ال HDL اللي هو الهاي density lipoprotein، ده عكسه، بينقل لي الكوليسترول من كل اجزاء الجسم ويوديه تاني للليفر. طيب ال fate of absorbed lipid، احنا اتفقنا ان ناتج الامتصاص عندي هو الكايلومايكرون، وبيبقى جواه التراي اسايل جليسرول، وبتروح على الليمفاتيك فيزل او البلود ستريم. طيب اثناء ما هي ماشيه في البلود ستريم بتقابل بروتين اسمه لايبوبروتين لايبيز، ده بيكسر لي 90% من الكايلومايكرون دي. هو بيبقى موجود في الاندوثيليال سيرفيس بتاع البلود فيزلز، فبيكسر لي الكايلو التراي اسايل جليسرول اللي جوه الكايلومايكرون دي الجليسرول وفاتي اسيد. الفاتي اسيد تاخدها الاكسترا هيباتيك تيشو، الاكسترا هيباتيك تيشو دي اللي هي يعني اي تيشو غير الليفر، اما الجليسرول هياخدوا الليفر. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن عملية اللايبوليسيس، ودي بتحصل في الاديبوس تيشو اللي هي الدهون اللي متخزنة عندي في الجسم. ايه هي اللايبوليسيس دي؟ هي كاتابوليك بروسيس، عملية هدم بتحصل، بتكسر لي التراي اسايل كوليسترول للفري فاتي اسيد والجليسرول.
طيب احنا قلنا ان هي بتحصل في الادبوس تيشو. طيب الفري فاتي اسيد والجليسرول بيطلعوا يمشوا في البلاد ستريم. طيب الفري فاتي اسيد احنا قلنا ان هو مش هينفع يمشي كده، فلازم يكون ماسك في حاجه، فيمسك في الالبيومين ويروح للمصل والليفر عشان يتحول للاسيتايل كوي وينتج لي بقى الطاقه عن طريق عمليه البيتا اوكسيديشن. طيب عمليه اللايبوليسيس دي بتحصل بانزيم ايه؟ احنا كنا خدنا من شويه ان الكايلومايكرون في البلاد بتتكسر باللايبوبروتين لايبيز. طيب اللايبوليسيس هنا في الاديبوس تيشو هتحصل بنفس الانزيم؟ لا، هنا هستعمل انزيم تاني وهو الهرمون سنسيتيف لايبيز او الاتش اس ال، وده هو مش هرمون، هو انزيم عادي بس هو حساس للهرمونات، عشان كده اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. ومعايا انزيم تاني اللي هو المونو اسايل جليسرول لايبيز اللي هو الام جي ال، ودول بيشتغلوا على التراي جليسرايد. والاول الهرمون سنسيتيف لايبيز بيشتغل على التراي جليسرايد ويحوله المونو جليسرايد، اما المونو اسايل جليسرول لايبيز هيشتغل على المونو جليسرايد ويحوله لي الفاتي اسيد وجليسرول، وبعد كده الفاتي اسيد والجليسرول يدخلوا على البلاد ستريم. طيب احنا عايزين نعرف ايه هي الهرمونات اللي هتأثر على اللايبوليسيس، او ايه هو الريجوليشن اوف لايبوليسيس. احنا اتفقنا ان الهرمون سنسيتيف لايبيز هو اللي بيشغل لي عملية اللايبوليسيس. طيب هنا العملية دي هتعتمد على حالة الاكل، لو انا واكل كويس فهيبقى عندي انسولين كتير، او لو انا صايم فهيبقى عندي الجلوكاجون. طيب لو انا في حالة ستريس هيبقى عندي الكاتيكولامين. طيب مين فيهم هيعمل الهرمون سنسيتيف اكتيفيشن؟ هما الكاتيكولامين والجلايكوجين. ازاي؟ عن طريق ان هما يعملوا فوسفوريليشن. طيب اللي هيعمل له ان اكتيفيشن هو الانسولين عن طريق ان هو يعمل له دي فوسفوريليشن. هو عامه في قاعده عامه ان الجلايكوجين بيعمل فوسفوريليشن، اما اللي هو الكاتيكولامين، اما الانسولين بيعمل دي فوسفوريليشن. سواء بقى الانزيم ده لو حصل له فوسفوريليشن هيبقى اكتيف او ان اكتيف، او الدي فوسفوريليشن هيبقى اكتيف او ان اكتيف. بس هو عامة عندي هنا الهرمون سنسيتيف لايبيز دوت لما بيحصل له فوسفوريليشن بالجلايكوجين او الكاتيكولامين بيبقى اكتيف وبيشتغل، فبيشغل لي عملية اللايبوليسيس. اما الانسولين بيعمل لي دي فوسفوريليشن، فالهرمون سنسيتيف هيبقى ان اكتيف، فهيوقف لي او هيقلل لي عملية اللايبوليسيس. طيب ايه اللي هيحصل بعد عملية اللايبوليسيس؟ احنا عمالين نقول ان اللايبوليسيس هينتج عنها ان هي كسر التراي اسايل جليسرول زي الجليسرول وفاتي اسيد. طيب ايه اللي هيحصل للجليسرول دوت؟ اول حاجه الاديبوس تيشو عندي مش بتقدر تعمل هيدروليسز للجليسرول، لان هي ما عندهاش الانزيم اللي بيشتغل على الجليسرول. طيب الجليسرول هيعمل ايه؟ هيبتدي يروح للليفر لان هو عنده الانزيم اللي بيشتغل عليه. ايه هو الانزيم ده؟ اللي هو الجليسرول كاينيز. طيب هو كاينيز دي يعني بيعمل ايه؟ كاينيز دي يعني بيعمل فوسفوريليشن للمركب، يعني بيزود له مجموعة فوسفات، فهيحول لي الجليسرول لجليسرول 3 فوسفات. طيب بعد كده الجليسرول 3 فوسفات ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هيتحول لداي هيدروكسي اسيتون فوسفات. طيب الخطوة التانية ديت اللي هي تحول الجليسرول 3 فوسفات لداي هيدروكسي اسيتون فوسفات، دي بتبقى ريفرسبل عشان اقدر منها لو انا محتاج اصنع دهون تاني اقدر ارجع تاني بالخطوه وارجع الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت لجليسرول 3 فوسفيت وارجعه لجليسرول تاني واكون منه الليبن. طيب هو انا ينفع اكون من الجليسرول جلوكوز؟ ينفع، لان الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت دوت ده موجود في الجلايكوليسيس في الكربوهيدرات ميتابوليزم. طيب ما انا لما بعكس عمليه الجلايكوليسيس ديت بعمل عمليه الجلوكونيوجينيسيس وبتصنع لي جلوكوز، فانا كده اقدر من الجليسرول اقدر اصنع منه جلوكوز عن طريق ان انا هدخل هيديني جليسرول 3 فوسفيت يديني داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت دوت يخش في الجلايكوليسيس ويصنع لي الجلوكوز. ادي هنا عندي اهو الجليسرول بالجليسرول كاينيز في وجود الاي تي بي عشان اخد منه الفوسفيت واحوله من
جليسرول لجليسرول 3 فوسفيت، يعني مجموعة فوسفيت موجودة عند الكربون رقم 3. طيب بعد كده الجليسرول 3 فوسفيت بالجليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز، يعني هنزع منه هيدروجين، هاخدها على ال NAD هحوله ل NADH بلس H، والجليسرول 3 فوسفيت هيتحول لي لداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. طيب احنا عرفنا الفيت بتاع الجليسرول. طيب الفيت بتاع الفاتي اسيد اللي هو طبعا بيخرج من الاديبوس تيشو وبيتنقل في الدم، بس طبعا مش هينفع يمشي من غير الالبيوم، بيبتدي يروح للتيشو عشان ابتدي اخد منه الطاقة، بس لازم اعمل له اكتيفيشن الاول. طيب الفاتي اسيد ديجنريشن، ايه الفاتي اسيد ديجنريشن؟ بكل بساطه ان انا باخد الفاتي اسيد واكسره ويديني استايل كوي، باخد الاستايل كوي ده يخش في السيتريك اسيد سايكل ويديني يطلع لي الاي تي بي. طيب الفاتي اسيد ديجنريشن دي بتحصل بثلاث مراحل، احنا اتكلمنا عن مرحلتين منهم. اول مرحله اللي هي اللايبوليسيز اند ريليز للفاتي اسيد من الاديبوس تيشو، تاني حاجة انه بيحصل له اكتيفيشن، بعد كده بيتنقل للسيل او للميتوكوندريا بشكل خاص يعني، بعد كده بقى ايه العملية الاخيرة وهي اهم عملية وهي البيتا اوكسيديشن، وهي دي اللي بتنتج لي بتطلع لي الاستايل كوي، وهنتكلم عنها بشكل يعني هندي عنها مقدمة في السلايد اللي بعد كده، وبعد كده ان شاء الله باقي زمايلنا هيكملوا لنا البيتا اوكسيديشن وباقي الشرح بتاعها. في السلايد دي عندي هنا هو الكلام اللي احنا قلناه، الفاتي اسيد بيخش جوه الخليه، بعد كده بيحصل له اكتيفيشن يبقى فاتي اسايل كو اي، بعد كده بيخش جوه الميتوكوندريا يخش على عمليه البيتا اوكسيديشن ويطلع لي الاستايل كو اي اللي بيخش للسيتريك اسيد سايكل عشان تديني الكوينزايم اللي بتخش في الالكترون ترانسبورت تشين عشان تطلع لي الاي تي بي وتنتج لي الطاقه اللي الجسم محتاجها. طيب اخر سلايد معانا هو عمليه البيتا اوكسيديشن، زي ما قلنا احنا هنتكلم بس كمقدمه تعريفيه عنها، ان شاء الله بقى زمايلنا هيكملوا لنا الشرح بتاعه والتفصيل بتاعتها. طيب البيتا اوكسيديشن دي بتحصل لانهي نوع من الفاتي اسيد؟ قال لي عندي بتحصل في اللونج تشين فاتي اسيد. طيب بتحصل فين؟ بتحصل عند البيتا كربون اللي هي الكربونه رقم 2 بعد مجموعه السي او اتش. طيب بتتم فين؟ بتتم في الميتوكوندري. طيب كل سايكل من البيتا اوكسيديشن ديت بتطلع لي 2 كربون على شكل في شكل استايل كوي. طيب هو بيقول لي كمان ان هي تعتبر الميجور سورس اوف انرجي في حاله الاستارفيشن. طيب هي بتحصل في كل مكان في الجسم، في الليفر، في الكيدني، في الهارت، في السكيلتال مسل. طيب البرين والار بي سيز مش بتحصل فيهم بيتا اوكسيديشن. طب ليه الار بي سيز ما فيهاش بيتا اوكسيديشن؟ لان الار بي سيز ما عندهاش ميتوكوندري. طب والبرين ما بيحصلش ليه فيه بيتا اوكسيديشن؟ لان الفاتي اسيد مش بيعدي من البلود برين بارير، فالبرين بيعتمد بشكل اساسي على الجلوكوز كمصدر للطاقه. طيب انا عندي لو انا في حاله ستارفيشن ومعنديش جلوكوز، خلاص استهلكت كل الجلوكوز اللي عندي ومعنديش جلوكوز للبرين عشان يستهلك طاقه، فهنعمل ايه؟ هنعمل زي ما قلنا، هنعمل جلوكونيوجينيسيس ونصنع جلوكوز من الليبيد يعني، او من الكوليسترول او من الفاتي اسيد عشان احوله للجلوكوز، لان مفيش حاجه ممكن اغذي بيها البرين غير الجلوكوز. طيب احنا ان شاء الله وقفنا عند البيتا اوكسيديشن وادينا مقدمة عنها، وان شاء الله بإذن الله بقيت زمايلنا يعني يكملوا لنا بقية البيتا اوكسيديشن وبقية الليبيد ميتابوليزم. شكرا.